الذي عاد من تعادل بدون أهداف من لومبومباتشي أمام هذا الفريق الكبير في تاريخ هذه البطولة فريق تيبي مازيمبي بالفوز 5-0 على فريق الترجي والتعادل 1-1 في مباراة الإياب. وليات الإحماء اللي كانت قبل قليل من جانب لاعبي كلا الفريق السنغالي يعاون جبريل كامارا ونوع بانجورا وفي زكريا برينس. وكنت أتحدث عن مباراة الأمس جامعة فريق ماميلودي سان داونز بيانج أفريكانز التنزاني مباراة التلاعب في نتيجة المباراة والشكوى أرنتيبي مازيمبي تعادل سلبي ما بين الفريقين في لوبومباتشي. تبديل وحيد أجرى المدرب ألشاندري سانتوس صاحب 47 عام فريق بيترو ديلواندا الفريق اللي بيبدأ على اليمين في الشوط الأول من هذه المباراة. وأعلن عيسى الساي عن انطلاق بومباتشي تغيير اتجاه اللعب على الجال اليمنى لمسة من جانب إيدي والكرة العرضية السايت كنزال التنزاني هاتو خد جميلة جدا ما بين إيدي وقت لم يسجل فيها إلا في لقائين فقط حتى الآن في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. الحذر الخطط الكبير من جانب المدربين واللاعبين في المواجهات مواجهات الدور ربع النهائي. ادي جريدي يلعب كره عرضيه تياجو ازولو غير معقوله على مصراعيه امامه يضيع فرصه لا تضيع عملها له تياجو ازولو بمنتهى الروعه. ماذا تريد يا تورو من اجل تسجيل هدف؟ تورو يضيع فرصه التسجيل الاولى في المباراه بكل رعونة استلمها تورو والمرمى أمامه مفتوح تماما ولا وجود لأي لاعب بجواره لإعاقته أو وظهور لزملائه. ويلعبها طويلة إيدي يلعبها لتياجو أزولاو تياجو هيأها ودي تسديدة جول يصحح خطأه وبصناعة من جانب تياجو أزولاو بترو فريق بترو ديلواندا جوناثان تورو يصحح خطأه بعد الفرصة الكبيرة بطريقة جميلة. شوفوا الاستلام من جانب جوناثان تورو وضع المدافع في ظهره لف بيه لي مقصية سكرت الزاوية اليمنى الأرضية لمرمى الحارس لم يستطيع الوصول لهذه الكرة وإن كان لمسها بأطراف أصابعه. لا في رادس بدون أهداف في مباراة الذهاب لكن الترجي قادر على الصعود وقادر على العودة ببطاقة الصعود بأبيجان. عرضية جوناثان تورو خطيرة لتياجو أزولو ولكن تبعت في اللحظة الأخيرة بهذا المشروع في السنوات الأخيرة. هذه الكرة العالية في الأمام مرت إلى خارج الملعب ركلة الأمام بيراميدز في الجولة الأولى 1-0 في استاد الدفاع الجوي. هدف كان للاعب الجنوب افريقي فخري لكي لكنه عاد في الجولة الثانية وفاز على فريق ماميلودي سان داونز بهدف قبل لا شيء. هذه كرة من جديد لجوناثان تورو وهذه تسديدة في الشباك الخارجية من جانب اندرسون كرو ديلواندا. هذه الإعادة من جديد وكان في أكثر من لاعب جوناثان تورو غير اتجاه اللعب يا ولد. تمريرة جميلة من جانب جوناثان تورو لإيدي بيدرو بنتو يلعب كرة في الأمام لا وجود للتسلل في هذه اللقطة لكن مونديكو في اللعب. جوناثان تورو أيضا أرجنتيني الجنسية أيضا هذه رأسية مرت أعلى المرمى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي للمرة رقم 20 كاسر الأرقام القياسية لكن هذه فرصة في منتهى الخطورة لفريق مازيمبي مش ممكن غريب دفع وراوغ الحارس وراوغ الجماهير ولعب الكرة خارج المرمى. تشيكومب يضيع فرصة لا تضيع صاحب ال 18 عام راوغ أولا للمدافع كينيتو وراوغ الحارس ولعب الكرة خارج المرمى بغرابة على نفسه. للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بترو ديلواندا ما بترو بهدف مقابل لا شيء ولكن في الدق إنها مقطوعة من جانب إيناسيو تسديدة من بعيد يا ولد يا ولد يا أوجو ماركش يتصدى له في المباراة. أي تسديدة جاءت من جانب اللاعب زيمانا جديد
نقلة جميلة الآن لفريق بيترو على اليمين. إيدي أفونسو، إيدي أفونسو يلعب عرضية في منتهى الخطورة، مرت زولاو، كاد أن يسجل تياجو زولاو الهدف الثاني لفريق بيترو دي لواندا في هذه اللقطة. لتراوري وموامبا إلى أرضية ملعب اللابوبرا، وهذه كرة في الأمام، أول لمسة تأتي الآن لتراوري، تراوري تراوري لكن بتمر أعلى المرمى. هذه الإعادة من جديد، لاعب المالي فيلي تراوري، مريد 2001 هذا اللاعب فيلي تراوري، فيلي تراوري لفريق مازيمبي على الجهة اليمنى، عالية في الأمام خطيرة لتراوري، مش ممكن من بعيد، فيلي تراوري عدى من أمام بيدرو بينتو واستلم كرة في مكان رائع، يعني راوغ أولى داب مروغة في منتهى الروعة. بالفعل التبديل القادم الآن لفريق بيترو دي لواندا، بينزل في هذه الأثناء جيلبرتو، الوقت الذي يضيع في الشوط الثاني من هذه المباراة. جيلبرتو في محاولة الآن للمرور، استلم عدى ولد جيلبرتو مع كايتا تلعب به. مازيمبي كان في مجموعة ماميلودي سان داونز، تراجع أداء فريق بيترو دي لواندا في هذه اللحظات. فرصة خطيرة تأتي الآن لمازيمبي، حاول للتسديد والتسديد، جول جول التعادل. كانت الإيحاءات بأن الخطورة قادمة، وأديبيا اللي سدد 1-1، لمست قدم كينيتو، لمست قدم كينيتو، 1-1 بيترو دي لواندا مازيمبي. قلت فريق بيترو دي لواندا 6 دقائق، 6 دقائق وقت بدل من ضائع، وهذه كرة مرت إلى ركلة مرمى لبيترو، عالية خطيرة، مش ممكن يا أليشاندر جيدش، عاد بيترو إلى الدور نصف النهائي. عرضية جاءت من جانب جيلبرتو، وأليشاندر، أليشاندر اللحظات الأخيرة من عمر اللابوبرا، هذه كرة على طول لأوغو ماركش، نقلها داخل منطقة الجزاء خطيرة، عادت من جديد أوغو ماركش، أوغو ماركش يفقد كرته، وصلت لفريق مازيمبي، مازيمبي مازيمبي في الدقيقة الأخيرة، مازيمبي والتبريرة في الأمام خطيرة للثاني، خطيرة للثاني، جول جول، انتهت المباراة تماما بهذا الهدف الثاني. قدم في الامام من اجل التعادل، لكنه جرب أوغو ماركش، وهذه الكره المقطوعه طبعا ايضا من جانب اللاعبين، حاولات كانت من جانب توكر نيرو لكن دخل في زميله توكر نيرو، تهيأت الكره امام جويل بيا، اسكنها الشباك مازيمبي.